من الأحداث اللي بدون مبالغة غيرت وجه التاريخ الحرب العالمية الأولى. العالم قبلها كان حاجة وبعدها بقى حاجة تانية خالص. دول انتهت، دول قامت، موازين قوة اتغيرت حتى في مناطق المستعمرات. خلونا النهاردة نستعرض أهم المشاهد والمعارك من الحرب، وعلشان الموضوع ما بقاش طويل هنتكلم النهاردة عن الجبهة والمعارك في أوروبا، والحلقة اللي جاية إن شاء الله هنتكلم عن أثرها في منطقة الشرق الأوسط. انت دلوقتي في ضيافة قناة وقال الراوي، هات ودنك وخليك معنا شوية. مع تنامي الثورة الصناعية في أوروبا خلال القرن 19 بدأت الدول إنها تتسابق للحصول على المواد الخام لأي حاجة، تتسابق كمان لاستعمار مزيد من الأراضي جوه أوروبا وبراها. بدأت كمان بعض الدول إنها تسوق منتجاتها على أساس قومي. الألمان يقولوا للنمساويين والبلغار تعالوا اشتروا مننا، إحنا آريين زي بعض، ما تشتروش من الفرنسويين ولا من الانجليز لان دول شعوب اقل. نفس الشيء اللي قالوه الروس لباقي القوميات السلاف، الصرب والبوسنة وغيرهم، لغاية ما وصل العداء بين الدول لحد الاقتتال. واجه الفرنسويين الالمان في حرب كبيرة عام 1870 انتهت باستسلام فرنسا وتنازلها عن مساحات واسعة من اراضيها وظهور المانيا كقوة عظمى. مش كده وبس، خرج الألمان بجيشهم وأسطولهم يلحقوا نصيبهم من المستعمرات في أفريقيا وآسيا، ما تبقاش المناطق دي حكر بس على إنجلترا وفرنسا. الموضوع اللي خلى الفرنسويين يحسنوا علاقتهم مع الروس ويتحالفوا معاهم. العدوين اللدودين اللي كانوا بيحاربوا بعض في القرم من كذا سنة بقوا حبايب دلوقتي علشان يعملوا كماشة على الألمان. كمان لما لقوا الألمان بيتحالفوا مع الطليانة تواصل معاهم الفرنسيين وعملوا معاهم معاهدة صداقة علشان لو حصلت حرب تانية ما تبقاش الجبهة واسعة، تبقى على قد الألمان بس ويقدروا ان هم يصدوهم. من ناحية تانية بقى اتحالف الألمان هم كمان مع النمساويين والبلغار، يا جماعة احنا ولاد عم واكيد انتوا معانا لو حد جاء علينا، مش كده ولا ايه؟ ورغم ان المعسكر الغربي انقذ الدولة العثمانية قبل كده من هجوم الروس من كذا سنة، لكن السلطان عبد الحميد اختار المرة دي ان هو ينحاز لمعسكر الالمان. العلاقات ما بينه وما بين انجلترا وفرنسا اصبحت سيئة بعد احتلال فرنسا للجزائر، من بعدها تونس، احتلال انجلترا لمصر، ومع نهاية القرن 19 اتعقدت شبكة التحالفات والاتفاقات بين الدول لدرجة ما تتوصفش، ما عادش حد فاهم مين مع مين ولا مين ضد مين. الامر اللي خلى اوروبا كلها عاملة زي كومة القش اللي مدلوق عليها بنزين، مش عايزة بس غير عود كبريت مولع يترمي عليها. وكان عود الكبريت ده في البلقان. الامير فرانس فرديناند ولي عهد النمسا، الدولة اللي كانت بتحتل البوسنة في الوقت ده، في يونيو عام 1814 كان بيزور سراييفو، بيتمشى بعربية مكشوفة في الشارع في وسط الناس. مجموعة من الشباب الثوري من صربيا كانوا عاملين زي خلية سرية كده ضد الحكم النمساوي، ما عجبهمش الموضوع ده، اتربصوا للامير ونجحوا في اغتياله. وهنا بقى اتقلبت الدنيا حرفيا. النمسا طلبت من صربيا انها تسلم الشباب اللي قاموا بالاغتيال وفتح ابوابها للمحققين النمساويين، والا هنعتبركم موافقين على اللي حصل ده ونعلن الحرب عليكم. رفضت صربيا مطالب النمسا وعلى طول استنجدت بالروس، الحقونا يا جماعه النمساويين هيبلعونا. اعلنت روسيا ان اي اعتداء على صربيا هيبقى اعتداء علينا احنا ومش هنسكت. نفس الشيء قالته فرنسا واللي كانت وقتها في تحالف مع الروس. مال النمساويين على الالمان حلفائهم وقالوا انتوا قلتوا ان احنا ولاد عم وان احنا مع بعض، مش كده ولا ايه؟ انتهز الالمان الفرصه للعداء القديم مع الفرنسويين وقالوا لهم مالكوش دعوه بالقصه دي والا هنعلن الحرب عليكم. وبدات فعلا الجيوش انها تتحرك. الجيش الروسي ابتدى يروح ناحيه المانيا، والجيش الالماني ابتدى يتحرك ناحيه الحدود الفرنسيه، والفرنسويين بيحشدوا للدفاع عن بلادهم في الوقت اللي اتحرك فيه النمساويين وبداوا فعلا في استخدام القوه الغاشمه في قصف بلغراد عاصمه الصرب. كل ده حصل في اقل من شهر بعد عود الكبريت اللي اترمى في سراييفو. اما الالمان بقى فقالوا الروس حركتهم تقيله وجيشهم كبير، على بال ما يوصلوا نكون احنا بلعنا فرنسا، العاصمة بتاعتهم قريبة، لو مدينا ايدينا شوية هنجيبها.
احنا مش محتاجين اكتر من 4 اسابيع علشان جيشنا يجتاح فرنسا دي فوقاني تحتاني، ولكن علشان يدخلوا الاراضي الفرنسية لو مروا من منطقة الحدود كان فيها تضاريس كتير هتمنعهم، كمان فيها تحصينات من الفرنسيين، الافضل ان هم يعدوا من الاراضي البلجيكية. الدنيا هناك سهلة ومفتوحة، ولو نجحوا هتبقى مواجهة الروس بعد كده او اي حليف تاني في منتهى السهولة. الخطة دي كان اسمها خطة شليفن، واللي على اساسها دخلت المانيا الحرب. في اغسطس عام 1914 تواصل الالمان مع البلجيك وقالوا لهم ما تقلقوش احنا مش قصدين شر، احنا بس هنعدي بالقوات والعتاد بتاعنا لفرنسا، لو بوظنا حاجة ولا عملنا مشاكل احنا المتكفلين بيها. رفض البلجيك الحوار ده وحشدوا قواتهم تعترض الجيش الالماني، وطلبوا الدعم من فرنسا ومن انجلترا، واللي قررت هي كمان انها تدخل الموضوع للعداء بينها وبين الالمان. خلوا بالكم ان الموضوع بدا بخناقه بين النمسا وصربيا في وقت قصير جدا، الموضوع بقى اكبر بكتير من مجرد رد فعل على محاوله اغتيال. واجه البلجيك جيوش الالمان بجراوه في الوقت اللي حشد فيه الفرنسيين قواتهم، كمان نقلوا العاصمه بتاعتهم لبوردو علشان لو حصل حاجه في باريس ما تبقاش هي دي النهايه، كمان وصل الدعم الانجليزي من بحر المانش، اتحركت الجيوش الفرنسيه وانتصرت على الالمان نصر كبير في معركه مار في سبتمبر عام 1914. بالشكل ده باظت خطه شليفن، اصبحت الحدود الفرنسيه ناحيه المانيا وبلجيكا منيعه بالنسبه للجيوش الالمانيه، لكن الالمان رفضوا الهزيمه، قرروا احتلال المواني والسيطره على الساحل الشمالي الفرنسي علشان يمنعوا اي امدادات تيجي من ناحيه البحر. ولما معرفش البلجيك ان هم يوقفوهم راحوا فتحوا هوايس المية اللي كانت على البحر، فغرقت مناطق كبير من اراضيهم، وقفت تقدم الجيش الالماني، وكمان حفر الفرنسويين خنادق بطول حوالي 700 كيلو لغاية الحدود مع سويسرا، وقعد فيها الجنود يتربصوا باي عسكري الماني، فحفر الالمان هم كمان خنادق وقعدوا فيها علشان محدش يقدر يضغط عليهم ويضطرهم للانسحاب. وبكده اتحولت الحرب على الجبهة دي لحرب استنزاف، كله بيضرب في بعضه ومحدش قادر يجيب التاني. دي بقى كانت السمة المميزة لحرب الخنادق خلال الحرب العالمية الأولى. في الوقت ده بقى كانت الحشود الروسية وصلت لحدود ألمانيا فعلا، قررت ألمانيا أنها تركز الهجوم، احتشد الجيش الألماني على الحدود الشرقية لمواجهة الجيش الروسي، فكان القتال شرس ولكن انتهى بانسحاق القوات الروسية في معركة تاننبرج في أغسطس عام 1914 واحتلال الجيش الألماني لمناطق واسعة من الأراضي الروسية. ورغم أنه عدد الجنود في الجيش الروسي كان أكبر واعتادهم كان أعلى، لكن الكتائب ما كانتش منظمة ولا وصول الإمدادات كان في الوقت المناسب. الجيش الألماني كان منظم بشكل أكبر، فقد الروس من 120 ل 170 ألف واحد ما بين قتيل وجريح، في حين فقد الألمان من 10 ل 12 ألف. أنتوا متخيلين حجم الكارثة؟ هنا اتشجعت الدولة العثمانية وقررت أنها تدخل حرب إلى جانب الألمان. في نوفمبر عام 1914 بدأت جيوشها تهاجم الحدود الروسية وتقفل المضيق البوسفور قدام سفن الألمان والروس. إنجلترا قالت بس سيبوهالي، محدش يجي جنبها. ابتدت تحرك جيوشها من المستعمرات وبدأت تواجه العثمانيين في أكتر من جبهة بغرض إنها تشتت القوات العثمانية، مرة في البصرة، مرة في سينا، مرة في جاليبولي جوه الأراضي العثمانية نفسها. هنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل الحلقة اللي جاية. في وقت سابق كمان وفي منطقة تانية من العالم، ألمانيا كانت احتلت مجموعة جزر في المحيط الهادي كان اسمها ميكرونيسيا قرب نيوزيلندا جنوب اليابان، واللي لما سمعت ان المانيا مشغولة دلوقتي ومش فاضية قررت انها تعلن الحرب عليها. بالفعل اتحرك الاسطول والجيش الياباني علشان يحتل مجموعة الجزر دي، وتقريبا دي كانت الحاجة الوحيدة اللي عملتها اليابان في الحرب العالمية الاولى، وهي متأكدة ان محدش فاضي يرد عليها، لكن اهي بقى تبقى حطت نفسها ضمن القوى العظمى. كمان ايطاليا قالت مفيش مانع ان احنا كمان ندخل نادي الكبار وناخد بعض المكاسب،
راحوا للنمسا وقالوا لهم على فكرة احنا مضيين هدنة مع الفرنسويين، بس مفيش مانع ان احنا نضرب معاكم في مقابل شوية اراضي من عندكم. قلتوا ايه؟ طبعا رفضت النمسا، وده كان سبب ان ايطاليا تروح تنضم لقوى التحالف وتضرب في النمسا على اساس اللي ما خدتوش بالذوق تاخده بالعافية. لكن كسحهم النمساويين في معركة كابوريتو في اكتوبر عام 1917. وعلى الجبهة الفرنسية الألمانية ما اكتفوش الألمان بالقعدة في الخنادق ساكتين، الأسطول الإنجليزي راح هاجم السواحل الألمانية، غرق كام سفينة، فقرر الألمان إن هم يردوا بالغواصات بتاعتهم. كانت سلاح جديد وتكنولوجيا بيستخدمها الألمان لأول مرة، كانت الغواصات سلاح فعال بيحقق عنصر المفاجأة، نجحت في ضرب عدد من سفن الأسطول البريطاني، مش كده وبس، راحت كمان تحاصر السواحل البريطانية من ناحية الغرب. اي سفينه كانت جايه من امريكا، تجاريه بقى ولا عسكريه، كانت بتضربها. وكمان رمت عدد كبير من الالغام البحريه حوالين الجزر البريطانيه من الناحيتين، كل ده بغرض انها تحيد انجلترا وتخرجها من الحرب ويبقى منها لفرنسا بس. كمان استخدم الالمان المنطاد في الهجوم الجوي على باريس ولندن اكتر من مره، طبعا ما كانش فيه لا استعدادات ولا دفاع جوي لان دي كانت برضو تكنولوجيا جديده. كمان استفاد الألمان من تجربة الطلاينة في ليبيا، طوروا عدد كبير من الطيارات الألمانية، حطوا عليها مدافع رشاشة وبقت تعدي الحدود وتضرب الجنود الفرنسيين والبلجيك على الأرض. كمان طور الألمان من دباباتهم وعملوا واحدة مخصوص تعدي الخنادق، عملوا الكتينة بتاعتها طويلة وجايبة الدبابة من أولها لأخرها تعدي في أي حتة. حتى مدافع الميدان عملوا مدافع مداها أعلى بكتير من مدافع الفرنسيين والإنجليز. في بعض المناطق استخدموا الغازات السامة ضد الجنود الفرنسيين اللي كانوا قاعدين في الخنادق، مات منهم ناس كتير، في حين كان الألمان لابسين كمامات. كل دي تكنولوجيا جديدة طورها الألمان وفاجئوا بيها قوات الحلفاء في الحرب. فرنسا وانجلترا طبعا مش هيقفوا ساكتين، حشدوا من المستعمرات بتاعتهم فوق 4 مليون عسكري من افريقيا والهند وكندا واستراليا، غير انهم كمان هاجموا المستعمرات الالمانيه في افريقيا علشان تقطع عليهم خط الامدادات او الخامات فتعطلهم شويه. اتواجه الالمان مع الفرنسويين في معركه حاسمه في سبتمبر عام 1914. كان الالمان قريبين جدا من باريس، هجم الفرنسيين هجوم شامل، كانت امداداتهم قريبه وحركتهم سريعه، في حين كان الالمان تعبوا من القعده وامداداتهم كانت بعيده. كسحهم الفرنسيين بمساعده القوات الانجليزيه. كانت خسائر المعركه دي عاليه، فوق 500,000 جندي من الطرفين ما بين قتيل وجريح، لكن تدخلت الخنادق علشان تحد من انسحاب الالمان. لولا الخنادق دي على فكره لانسحب الالمان لمسافه اطول، ورجعنا تاني لقصه حرب الخنادق. المده طالت، العساكر زهقت، الامراض ابتدت تنتشر، فقررت المانيا انها تشن هجوم كاسح انتحاري للاستيلاء على مدينه فردان القريبه من باريس. لو احتلوها خلاص باريس بقت في ايديهم. حشد الألمان كل إمكانياتهم لنجاح الهجوم ده، 1,000,000 عسكري تقريبا شاركوا في معركة فردان عام 1916، أحد أطول وأشرس معارك الحرب العالمية الأولى. القتال فضل متواصل لمدة 9 شهور، خسر الطرفين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، خسائر معنوية. الألمان رغم الإمكانيات والتكنولوجيا مش عارفين يحققوا أي تقدم، الفرنسويين رغم الصمود برضو عدوهم عنيد ومش راضي يمشي، الطرفين خلاص جابوا اخرهم. في مناطق تانية بقى من اوروبا مسكوا البلغار في رومانيا وفضلت المعارك بينهم سجال. اليونان كمان احيت العداوة القديمة مع الدولة العثمانية وقالت تدخل هي كمان تضرب فيهم. الموضوع بقى ممل، بان قوي ان القتال هيفضل الى ما لا نهاية، اي حد معاه سلاح بقى يخش يضرب في اللي جنبه. عايزين رمانة ميزان، حاجة كده تتحط على الكفة تخليها تطب ونخلص بقى عشان احنا زهقنا. وده اللي خلى الحلفاء يتخذوا القرار الهام، لازم أمريكا تدخل الحرب. من بداية الحرب عام 1914 كانت أمريكا بتراقب الموقف باهتمام، لكنها اختارت إنها تبقى على الحياد، احنا مش مع حد. في نفس الوقت اللي عايز يشتري سلاح، امدادات، خامات، اي حاجة احنا تحت امركم. انتعش الاقتصاد الامريكي على مدار سنين الحرب لغاية ما وصل الموضوع لنقطة حرجة في بداية عام 1917،
كان هو ده السبب الحقيقي اللي علشانه أمريكا دخلت الحرب. الأمريكان عندهم مبدأ كده في الاقتصاد، إنك لو سلفت واحد مبلغ صغير أنت كده حطيته في جيبك، لكن لو سلفته مبلغ كبير أنت اللي كده بقيت في جيبه أو تحت رحمته. المبالغ اللي سحبتها دول التحالف من أمريكا سواء سلاح أو عتاد أو حتى قروض مالية أصبحت كبيرة جدا. مع طول أمد الحرب أمريكا هي اللي خسرانة. لو الحلفاء اتهزموا الدول بتاعتهم هتتفكك وهتقوم أنظمة جديدة. لما تروح تقول لهم والله ده الناس اللي قبلكم كانوا سلفين مني فلوس، طبعا ملهاش إلا رد واحد، روح خدهم منه. يبقى المصلحة تحكم إن احنا لازم ندخل الحرب إلى جانب دول التحالف ونطبب كفتهم. ساعتها ألمانيا هتنهار وهنحصل منها على المكاسب اللي احنا عايزينها، ده غير الفلوس اللي احنا هناخدها من التحالف بالفوائد بتاعتها. بس ازاي دلوقتي نعلن الحرب على ناس ملناش اي علاقه بيهم؟ ده احنا حتى مش طرف في القصه من الاساس. كان الحل عند بريطانيا. تقرير من المخابرات البريطانيه بيقول ان هم رصدوا برقيات من المانيا بتشجع المكسيك على اعلان الحرب على امريكا، والمانيا هتساعدها ماديا وعسكريا، وتساعدها كمان تستعيد اراضيها اللي اتخذت منها ايام الحرب الاهليه، اريزونا وتكساس ونيو مكسيكو سان فرانسيسكو، الى جانب انه الالمان غرقوا كام سفينه بضائع امريكيه قرب السواحل البريطانيه. وبالرغم من انه المكسيك ما كانتش هي القوه اللي تقدر تحارب امريكا، كمان الحدود بينهم كانت منطقه امنه جدا مش محل نزاع من سنين طويله، ولكن نجح الامريكان في اقناع شعبهم والكونجرس ان المانيا خلاص بقت عدو وتستاهل ان احنا نعلن الحرب عليها. اثناء كده في الناحيه الثانيه بقى من العالم قامت في روسيا ثوره كبيره اطاحت بحكم القيصر، تولت السلطه على مدار اشهر قليله الثوره البلشفيه، واللي كان من رايها ان الحرب دي هي سبب الخراب اللي احنا فيه، احنا منسحبين من الجبهه ويعوض علينا ربنا في اللي خسرناه، سايبين لكم الجمل بما حمل. كده بقى المانيا حققت اول مكسب ليها من اول ما بدات الحرب. كمان اصبحت مش محتاجه انها تقسم قواتها لجبهتين، اسحبوا بقى الناس اللي ناحيه روسيا دي ويلا بينا نشن هجوم عنيف على الناحيه الثانيه قبل ما تيجي القوات الامريكيه. العساكر بقوا على تكه، ولو فضل الموضوع على كده هيسيبوا السلاح والخنادق ويمشوا. بدات المانيا تحشد لهجوم الربيع في مارس عام 1918، واللي كان بقى هجوم انتحاري، يا قاتل يا مقتول، حط بقى كل الاعتاد والامكانيات اللي عندك كلها ويلا بينا. ولكن مرة تالتة ولا رابعة ولا عشرة وبسبب الخنادق مفيش أي طرف قدر يحسم الموقف. وصلت القوات الأمريكية بالفعل على الساحل الغربي الفرنسي، وهنا بقى حصلت أمور ما كانش حد يتوقعها أو يفكر فيها. عديد من المحللين اللي اتكلموا عن الحرب العالمية الأولى قالوا إن أحد أهم أسباب نهايتها هو إن الثورة البلشفية اللي قامت في موسكو كانت سبب في انسحاب الروس من القتال، ابتدت إنها أفكارها تتسلل خارج أراضيها وتروح لألمانيا. لكن خلي بالكوا إن مبادئ الشيوعية اللي قامت عليها الثورة الروسية جاية أصلا من كارل ماركس، وده ألماني، يعني الألمان مش محتاجين إن هم يستوردوا أفكار من بره. ألمانيا في الوقت ده كانت سخرت كل طاقتها وإمكانياتها ومواردها للحرب، الشعب بقاله 4 سنين تقريبا عايش على الكفاف، كمان صناعات كتير وقفت، البطالة زادت، حالة البلد نفسها بقت من سيء لأسوأ، فناس كانت بتنزل مظاهرات في الشارع والشرطة تعتقلهم وتعاملهم بوحشية، لغاية ما وصلت لمرحلة إن ما عادش في أماكن في السجون، هنوديهم فين؟ ده كمان التمرد بدأ يوصل للعساكر على الجبهة، في ناس ما نزلوش أجازات من فترة طويلة، كمان انعدم الأمل في تحقيق أي مكسب أو حتى نهاية قريبة للحرب. في الوقت اللي غزا العالم وقتها فيروس يعتبر نوع متحور من الانفلونزا، سموه الانفلونزا الاسبانيه، واللي بدا يتفشى بين جميع العساكر الالمان والفرنسويين اللي كانوا قاعدين مع بعض في الخنادق لفتره طويله، ويحصد ارواحهم بشكل اعنف من المعارك الحربيه، لدرجه خلت الجيوش يدوب واقفين على رجلها لكن مش عارفين يعملوا حاجه. مع وصول جيوش امريكا انتعش الامل شويه في صفوف الحلفاء، راحوا كمان جابوا الطلاينة. هو انتوا مش قبل كده قلتوا ان انتوا معانا ولا ايه؟ بدات كمان جيوش انجلترا وفرنسا وامريكا وايطاليا يشنوا هجوم كاسح على الجيش الالماني اللي كان خلاص في النزع الاخير. اتعرف في التقارير العسكريه بهجوم ال100 يوم. المانيا والنمسا اتحطوا امام الامر الواقع، ما عادش ينفع ان احنا نستمر في الحرب دي،
رفعوا الرايه البيضاء وطلبوا التسليم. فطلبت منهم دول التحالف ان هم يخرجوا بقواتهم من كل الاراضي اللي هم خدوها وينسحبوا لاراضيهم الاصليه. في نفس الوقت نجحت بريطانيا في انها تستولي على معظم اراضي الدوله العثمانيه. دخلت كمان مع جيوش فرنسا واليونان يحتلوا اماكن في الروميلي واسطنبول وجنوب الاناضول، وهنا اعلنت الدوله العثمانيه هي كمان الاستسلام ودخلت مضت على اتفاق وقف اطلاق النار في بدايات عام 1919. في مؤتمر فرساي تم توجيه اللوم لألمانيا واعتبروها هي المسؤولة عن كل الخراب اللي حط على العالم، وبالتالي هي ملزمة لدفع تعويضات لكل دول التحالف مقابل الخراب اللي حصل. طبعا الألمان قالوا ان ده مش عادل، وان كان في دول تانية دخلت معانا وقبلنا، وفي دول تانية صعدت الامور، اشمعنا احنا اللي نحاسب على المشاريب لوحدنا؟ لكن المهزوم ملوش ان هو يتكلم، يمضي وبس. ورغم انه ألمانيا بالفعل تحملت كل العواقب لوحدها، لكن مفيش ضرر وقع على الاراضي بتاعتها، الحروب كانت كلها بره، ففضلت قوتها الصناعيه موجوده، قدرت انها تبني نفسها من جديد في وقت قصير. انتهت الامبراطوريه الالمانيه والنمساويه والعثمانيه، تفككت كل الدول بتاعتها وبقت انظمه تانيه قايمه على اساس قومي. مات في الحرب دي حوالي 9 مليون عسكري، 20 مليون جريح، اكتر من 7 مليون مفقود، ناس راحت ومحدش لقيها لا في الأسرة ولا في جثث القتلى. وكان العدد الكبير ده سبب في تفكير الدول ان الحروب خلاص ما عادش ينفع انها تبقى هي وسيلة التفاهم بين الناس، خصوصا بعد التقدم التكنولوجي في الأسلحة وأساليب القتال. تم إنشاء منظمة سموها عصبة الأمم بغرض ان هي تمنع الدول من القتال وحل المنازعات بينهم بشكل سلمي. لكن الظلم اللي حط على ألمانيا خلى النفوس شايله بشكل كبير، بالذات الحزب النازي اللي تصاعدت شعبيته بانحيازه للجنس الآري واحرازه تقدم في عديد من المجالات. قالوا ان المانيا ما اتهزمتش من جيوش الاعداء، المانيا اتهزمت من خونه اللي جواها اليهود والشيوعيين اللي سموهم الطابور الخامس. النقطه دي بيسميها عديد من المحللين اسطوره طعن من الخلف، وده اللي شجعهم على مواصله العداء لكل من هو ليس الماني، كان سبب في اندلاع حرب عالمية جديدة بعدها بكام وعشرين سنة. تابعوا معانا الحلقة اللي جاية علشان نشوف ازاي مرت الحرب العالمية الاولى على منطقة الشرق الاوسط، وهل شاركت مصر في الحرب دي وكان ايه دورها. اكد على اشتراكك في القناة وفعل جرس التنبيهات علشان تتابع معانا كل حلقاتنا. تابع كمان مدونة وقال الراوي واللي هتلاقي هناك عديد من الموضوعات اللي بننشرها على هامش الحلقات. شكرا لكل متابعينا اللي بيدعمونا بالاشتراك في القناة او من خاصية سوبر تانكس، دوس على الزرار الابيض اللي تحت تفهم اكتر. في انتظار تعليقاتكم ومستفساراتكم، واستنوا دايما الجديد منا على قناة وقال الراوي.